عز وزيادة يعني. يا رب إن شاء الله يجعلي برضو نصيب برضو من مش معاكم يعني، مع نفسي يعني، رزق بعيد يعني، وانتوا برضو ما شاء الله. يلا خلاص. طيب معانا واحدة تانية بتقول لك انا حلمت ان انا كنت بحط كحلي في عيني، حلمت ان ورايا جامعة وما كنتش عارفة البس ايه، فلبست دريس ابيض خروج عادي يعني، وعجبني جدا عليا، فقلت لاختي هلبس ده، بس اكمامه كانت مش نظيفة، فقلت لها هغسله بس كده وانا مش متجوزة. طيب هو عامة الكحل في العين معناه قرة العين، قرة العين تبقى الزوج الصالح، ولكن بما ان اكمامه مش كويسة معنى كده للاسف الشديد هو ايده مش نظيفة ببعض الحاجات، ولكن بما انها قالت انا هغسله معنى كده ان المرأة قادرة على تعديل حال الرجل. طيب معانا ريهام الأول، يا ريهام اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه حضرتك، انا حلمت ان انا في واحده انا اعرفها ايه في اوضه النوم عندي بتكتب لي كلام بدم كده، مش خبيط حصل ايه؟ وشكله غريب يعني، اسمها ايه الواحدة دي؟ لازم اقول اسمها يعني؟ يعني اكيد مش هروح اقول لها يعني عشان افسر الحلم يعني. اسمها رحاب. اسمها ايه؟ رحاب. 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 انت علاقتك بيها وحشة ولا فحلمت حلوة؟ ان هي بتكتب لي، فانا بقول لجوزي روح نادي مامتك ان هي تيجي تمسح معايا اللي هي عملته لي في البيت عشان هي مسكتش تعرفها؟ المفتاح بره. ما انا لسه بسأل مش بترد. بقول لك رحاب دي انت علاقتك بيها وحشة؟ يعني ملناش علاقة ببعض اوي. طب خدي حذرك منها، خلاص هي الرؤية وصلت من غير ما تكملي. خلي بالك لان الكتابة بالدم والقصص دي معناها أذية، وأذية بالمعنى العام عمل. يلا ما تدخليهاش بيتك بس كده. وخلاص، او حصني نفسك لما تيجي تدخل بيتك. عايزة تقولي حاجة تانية؟